طيب، فحكينا إنه إحنا في عنا موجود الـ exclusive or، أخذنا two implementations وشرحناهم، بس حبينا نثبت إنهم فعلا هيك يعني صحاح. طيب نرجع بنعيد هاي. هاي المرة الماضية وقفنا عندها، فلو بدي أتبع أنا هون بدي أشوف شو الجيت. هاي عبارة عن إيش الجيت تاب بسميها هون؟ أنا بالرسم اللي على اليمين، هاي هي عبارة عن two input NAND، فالانبوت هون هو عبارة عن x y الكل بار. الانبوت هون أو الواير هاي شو اللي عليه موجود؟ هو عبارة عن x y الكل بار معمولة ANDed مع ال x والكل بار. كل فأنا بار بس أجي أوزعها بصير عندي x y بار y سوري x، فالبار بتيجي عليهم تتوزع وبتقلب اور، فصارت اكس واي اور اكس بار. احنا بنعرف انه هاي هي عبارة عن اكس بار اور واي مع اكس بار اور اكس من اللوز اللي اخذناهم بشابتر 2، فهاي بتطير، معناته هاي شو صارت؟ اكس بار واي، معناته هاي عبارة عن اكس بار or y. بالمقابل أكيد أكيد هاي راح تكون y bar or x، لأنه نفس الإشي بس هون الـ variable. هسا أنا بدي أشوف هون شو الـ value، هل تكون x، بدي أكتب هون مساحة أكبر، x bar or y ANDed مع y bar or x. بعدين بجيب لها الانفرتر، بدي اترك الانفرتر على جنب، اوكي؟ فبدي اجيب لها بصير عندي x بار y بار اور y y بار اور x x بار اور x y. قلنا هاي بتطير وهاي بتطير، صارت عندي x بار y بار اور x y. هاي انا جبت الاند، انا بس بدي الناند، فانا بدي اعملها هاي كلها بار. احنا بنعرف انه هاي اكسكلوسيف، هاي هي عبارة عن اكسكلوسيف نور. لو اعملها كومبليمنت بتصير عندي اكس واي بار اور اكس بار واي. بس هاي الموضوع مشان جاست تو فيريفاي انه هاي السيركت اللي اوريدي معطيه معنا بالكتاب انه احنا عارفين نحللها ونثبت انها عبارة عن اكسكلوسيف اور. هاي انا مرشت فيها المره الماضيه وما كملناها، هاي اوريدي اعطيناها. طيب هسه راح نروح على اخر اولموست سلايد، هو عباره عن الاكسكلوسيف اور. احنا بنعرف انه الاكسكلوسيف اور مره حكيناها عباره عن ايش؟ اود فانكشن. اود فانكشن بمعنى باجي بتطلع اذا بدي اعمل A مع البي مع السي، بدي اعملهم اف 1، يعني اف 1 ايكوال A exclusive or مع ال B exclusive or مع C، باجي بتطلع على ال inputs بعدهم إذا كانوا odd فال output واحد. هون عندي صفر 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 فهم even، كم من واحد هون عندي؟ I have just only one one، واحد معناته بطلع واحد. هاي نفس الشيء واحد، هاي اثنين فبطلع صفر، هاي واحد فبطلع واحد، هاي اثنين بطلع صفر، هاي اثنين بطلع صفر، هاي واحد. واضحة؟ طيب هذا الـ F1 exclusive، هذا الـ function بدي أحكي إنه F2 هي عبارة عن X أو A exclusive NOR مع الـ B exclusive NOR مع الـ C، هذا عبارة عن even function، لأن الـ exclusive OR الـ exclusive NOR هاي والـ exclusive OR عكس بعض، فأنا الصفر بصير واحد والواحدتين بصير صفرين، صفر واحد واحد صفر، هاي واحد اثنين صفر، اوكي؟ هاي analysis كيف جابها algebraically انه A exclusive OR مع B، احنا بنعرف انه اوكي خلينا نعملها هون، A exclusive OR مع B احنا بنعرف انها A B bar OR A bar B. طيب A exclusive OR مع B الكل اكسكلوسيف اور مع سي، فانا بدل دقيقه شو غير اللون بس، فانا
هذا بعتبره كثير، اللي هي عبارة عن A B bar or A bar B. A B bar or A bar B. مرة بجيبها مع C ومرة بجيب الكومبلمنت إلها مع C bar. ماشي؟ لأن الأول ب سوري الأول، لا أنا خربطت، الأول في الكومبلمنت الثاني زائد الكومبلمنت الثاني في الأول. أوكي؟ ف اللي هي بتجيبها بعملها كومبلمنت مع السي أو زي ما هي بالسي بار. واضحة؟ طيب هسه أنا وين بدي استخدم الاكسكلوزيف اور؟ تتذكروا حكينا راح نستخدم المكان، متذكرين وين هو؟ لما نحول لون كومبلمنت. نعم، استخدام، واستخدام ثاني ايش؟ هسه زي ما حكت زميلته اكس يعمل اكسكلوزيف اور مع الصفر بتضلها اكس، اكس اكسكلوزيف اور مع الواحد بتصير اكس بار. فاذا تخيل عندي رقم بدي اعكسه كله او اجيب له التو الونز كومبلمنت، فاي بيت بدي اعكسها وما في انفرتر بوديها على اكسكلوزيف اور مع الواحد فبتنعكس. اوكي؟ طيب هسه في نقطه اخذناها بالشابتر 1 اذا متذكرين، شابتر 1 حكينا عن عن الاسكي امريكان ستاندرد كود فور انفورميشن انترتشينج، وحكينا انه انا بالريجستر بيكون عندي حجمه 8 بيتس، بس الاسكي بياخذ 7 فبتظل بيت ثامنه فاضيه. فالافضل ما اتركها فاضي، شو اعمل فيها؟ استخدمها عشان شو؟ عشان اتاكد انه الانفورميشن وصلت صح او لا. انه بس شو هي الطريقه اللي بتاكد منها؟ لا، حسب انه اذا كان ايفن انه بدنا نشوف ايش هو الايفن الاشي اللي انه مثلا هلا نفرض انه بدنا نشوف الرقم، اذا بعثناه وكان ايفن لازم يوصل ايفن او شيء. ايوه بعثناه، هي كلمه باريتي ستي، باريتي. اوكي، الباريتي اود او ايفن، ما في فرق بين الاود والايفن غير انك كيف بدك تحكي مع واحد بتتفق انا احكي معي اود او احكي معي ايفن، احكي معي عربي او انجليزي زي هيك. فانا بدي اودي او اودي بايت من كمبيوتر لكمبيوتر من سندر لريسيفر، فبيتفقوا يحكوا اود. ايش يعني اود؟ انه امسك المسج كلياتها لازم يكون فيها the number of ones is odd. ماشي؟ عشان هيك هاي بتوضح لنا الخلاصه. فالباريتي هي بت تستخدم عشان اعمل ديتكتنج للايرور ديورنج ترانزميشن، ما بعمل كوركشن شباب، ما بقدر بالباريتي. The circuit that generate the parity in the transmitter is called parity generator. ما هو في، خلينا نحكي انا هون عندي كمبيوتر وفي هون واحد ثاني بيستنى عنده كمبيوتر، هذا بده يودي المسج، فهذا بيودي المسج بس بيحط فيها الباريتي، هذا بيستقبل المسج مع الباريتي، هذا بده يعمل جينيريشن، بده يعمل باريتي جينيريشن هون بيوديها خلال كوميونيكيشن، هون بده يعمل ايش؟ باريتي تشيك. اوكي؟ ف فور ايفن باريتي the B he must be generated to take the okay. يعني أنا هون على سبيل المثال أنا عندي ثلاث inputs اللي هم X Y Z، بالأسكي بيكونوا 7، ما بتفرق 7 8 9 whatever you want. بكل بساطة بيروحوا على even parity. قبل شوي أخذنا هون هاي، إذا متذكرين هون كانت هاي even، هاي كانت odd، فما بتفرق معي even ولا odd، نفس الشيء. ف this is x y z بوديهم على exclusive or بطلع البي. المطلوب بالمثال even. اوكي؟ طيب اعملهم exclusive or الثلاث شو بيطلعوا؟
إذا كانوا صفار بيعطوني صفر، إذا واحد بيعطوا واحد، صح ولا مش صح؟ الأود بيعطوني واحد، والواحد مع الأود شو بصير؟ عرفتوا إيش المسج؟ الفكرة إنه أنا عندي، بس بدي تحكوا لي واضحة الأمور ولا لا؟ أنا عندي ثلاث، لا زدتهم واحدة، هذول عندي واحد اثنتين ثلاث، هاي المسج، المسج بأخذهن وبروح على السيركت مش عارف شو هي وبجيب منها البريتي، فالبريتي مع المسج الأصلي هن رح يتودد، فالريسيفر ما بيشوف ثلاثة بت، السندر بيستخدم الثلاثة بت بيطلع الرابعة، الريسيفر بيستقبل الأربعة، فأنا عندي even parity generator. لو نتطلع متى واحد، إذا كانت بت واحدة هنا بت واحدة هنا one bit هون ثلاثة بت، أوكي؟ فهاي exclusive or. طيب هاي odd مع odd اجمعها شو بعطيني even. وضحت الفكرة؟ طيب فعندي السندر بيستخدم ثلاثة input exclusive or مشان يعمل parity generator، عند الريسيفر هذا اللي هون قاعد بده يستقبل المسج بده يعمل parity checking، بيرد يعمل نفس السيركت بس مش ثلاث، بيعمل أربعة، أوكي؟ فبيعمل X مع الواي مع الزد مع البي اللي إجته، أوكي؟ اللي إجت يس. قصدك إنه أنا مثلاً اللي برسل ممكن يكون عندي أود بس لما أرسلها راح تصير إيفن بسبب نوبة الرقم اللي هو الباريتي بين. أما هو إسا أنت شوف إسا خليني أجي على الإكسكلوسيف أور. الإكسكلوسيف أور أود صح؟ إحنا قاعدين بنقول عنه أود فانكشن. شو يعني أود فانكشن؟ يعني بيعطيني واحد إذا كانوا هذول إذا أود صح؟ طيب ما أنا الأود حطيته مع الواحد شو صار؟ إيفن. إيفن عرفتني شلون؟ فالعكس صحيح، إذا أنا عندي أنا استخدمت الإكسكلوسيف نور وكان عندي العدد أود راح يعطيني صفر وراح أودي راح يجي أود، عرفتني شلون؟ فهي الفكرة أنت الباريتي بتلزقها مع المسج أو بتلحقها أو يكون كونكاتينيت أند يو سند إت. فالإكسكلوسيف أور بيجي أود نمبر أوف وانز بيعطيني ون زيادة بصير إيفن، عرفتني شلون؟ فبيروح عند الريسيفر بيعمل إكسكلوسيف أور للأربعة إنبوت. طب تخيل بدي يعمل إكسكلوسيف أور لصفر وصفر 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 وصفر، شو لازم يعطيني؟ ما احنا قلنا الإكسكلوسيف أور هاي كلياتها أود ولا إيفن؟ هاي إيفن. إيفن يعني أسع الريسيفر بشكل عام الإكسكلوسيف أور هو أود. أسع هاي إذا هذا التابل X, Y, Z, B هذول إنبوت ودخلهم على الرسمة هاي، شو لازم يعطيني هنا؟ C صفر 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 صفر، عملهم إكسكلوزيف أور المفروض صفر، والبعديها صفر صفر واحد واحد برضو صفر، والبعديها كله صفر. معناته الريسيفر بيدخل الانبوت مع البارتي تبعتهم ولازم يطلع عنده صفر، اذا طلعت السي مش صفر معناته المسج هون مثلا هاي اعطتني مثلا اعطتني واحد، معناته في واحد من البيتس معكوسه. وضحت الفكره؟ فبالملخص اللي حكيناه احنا بشابتر 1 انه انا عندي الاسكي بدي ارسم، انا عندي رقم كانه بجيب اكسكلوسيف اور كبيره وبدخل عليها البت الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه، ماشي، والناتج بخزنهم. فهي بت 0 لحديت بيت 7 وهي البريتي، فإذا كانوا بجمعهم هون أسا الريسيفر هذا عند السندر، الريسيفر شو بياخذ؟ بيدخل من بيت 0 لحديت البيت 7
لا سوري، أنا من هون بت 6 آسف، ومن بت 6 لأنه هون 7 وبالإضافة للباريتي لازم يطلع هون عندي 0. وضحت الفكرة؟ بس اسمع أو لا. طيب واضحة ما دام ما فيها. واضحة دكتور. هيك بنكون ايش عملنا؟ كملنا شابتر 3. طيب شو بعدين؟ راح نبلش بشابتر 4. بين شابتر 4 عندنا. اوكي؟ طيب شابتر 4 شباب هو عبارة عن خلينا نحكي اتس كور شابتر، ماشي؟ يعني في عليه ويت وعليه أسئلة دائما كثير. ليه؟ لأنه أنا بستخدم شابتر 3 فيه بشكل ضمني. أوكي؟ الموضوع عندنا كومبينيشنال لوجيك. طب شو يعني كومبينيشنال؟ بالمختصر إنه أنا إذا بدي أعمل أي لوجيك سيركت اللي كنا نحكي عنه احتمال تكون كومبينيشنال واحتمال تكون سيكوينشال. طب شو يعني؟ بكل بساطة الكومبينيشنال هو عندي سيركت الاوتبوت از ا فانكشن اوف ذا بريزنت انبوت. يعني حكيت لك اضرب لي رقمين، فبتقول لي انا بدي اعمل سيركت اعطيني الرقم الاولاني خلينا نحكي اكس، هون مثلا انبت، وهون الانبوت الثاني واي انبت، بدي اعملهم ملتيبلاير بيطلع عندي الريزلت. الريزلت السايز تاعه 2n لانه الرقم بيكبر. طيب هاي عبارة عن ايش؟ كومبينيشنال. طب سيكوينشال اذا واحد حكى اعمل لي كاونتر، شو يعني كاونتر؟ شو بده يعمل؟ تتذكروا اول مرة اول محاضرة في ناس صوروا لي الكاونتر صح؟ فانت كان لو فرضنا الكاونتر كان عندك 128، بعد ال 128 شو راح يصير؟ 129. طيب على فرض انه انا هاي مش شايفها، شو راح تطلع القيمه كمان شوي؟ ما بعرف. فانا لازم اعرف الكرنت ستيت حتى اعرف النكست ستيت. وضحت الفكره؟ 5 يعني او 10 حسب. ما سمعت، عفوا عيد. قصدي يعني لازم نعرف ثنتين عشان نعرف قديش الفجوه، لانه يعني مش ضروري تكون واحد، تكون 5 او اكثر. احنا على مثال بسيط انه يعني جاست اونلي 1. فانا هون الفكره خليني احكي هون بالكومبينيشنال من الانبوتس، اذا عندي الانبوت بقدر اعرف الاوتبوت. بس بالسيكوينشال لا، اذا عندي الانبوت ما بقدر اعرف الاوتبوت الا اذا عرفت شيء اسمه البريزنت ستيت. يعني انت بمكان، واحد طلب منك شغله بتعرف، بس بدك تعرف انت وين مشان وين تروح. فالانبوت بيعطيني الاوتبوت، هون لا، الانبوت مع البريزنت ستيت بيعطيني الاوتبوت. هاي سيكوينشن راح تكون شباب موضوع شابتر 5، يعني عادي راح يعني راح تمر عليك وتاخذ شابتر 5 و6 ما في مشكله. فاحنا شابتر 4 عباره عن الكومبينيشنال سيركت. راح نلاحظ ان الكومبينيشنال سيركت جزء اساسي بالسيكوينشال، معناته انا بدي افهم الكومبينيشنال حتى افهم السيكوينشال. طب الكومبينيشنال اوكي، راح اشوف انه انا اللي عملناه بشابتر 3 والكيرنوف ماب جزء اساسي حتى افهم الكومبينيشنال. فالموضوع عندنا شوي اكيوموليتيف، هو مش شوي، هو كثير اكيوموليتيف. طيب في بالكتاب كيف بدي اعمل كومبينيشنال سيرك وكيف بدي اعمل اناليسز، اقراوهم. بدي اروح على سكشن هو كيف اعمل ديزاين. هاي الكور شباب، اذا فهمتوها وهي سهله. طيب قبل شوي قلنا انه انا بدي اعمل ديزاين لمالتيبلاير، ماشي؟ هسه في خطوات اساسيه اذا بدي اعمل ديزاين. هسه اذا بدي اعمل اناليسز شباب، السيركت معطيه معلك انت حللها، فهي سهله بتكون. الديزاين لا، انت بدك انت بدك تسوي لي السيركت. فمثال بسيط، اول شيء فور جيفن سبيسيفيكيشن، في خلينا نحكي معطيات وكيف السيركت متى تشتغل وشو الانبوت، فايند ذا نمبر اوف انبوت اوتبوت، بدك تلاقي شو هم الانبوتس والاوتبوتس، لانه هاي اول خطوه واهم خطوه. منهم بطلع التروث تيبل، بنعرف كيف نطلع التروث تيبل. بعديهم التروث تيبل باستخدام الكيرنوف ماب بروح بعمل سمبليفيكيشن للفانكشن، بعدين برسم. فالرسم جاي
بناء على هاي الخطوة. والسمبليفيكيشن بيعتمد على الكي ماب اللي لسه كملناها بشابتر 3، والسمبليفيكيشن اجى من تروث تيبل، ما في صعوبة. فأهم خطوة الخطوة الأولى والخطوة الثالثة. طيب عشان توضح الأمور أبسط، مثال سهل جدا حكيت لك، design a combinational circuit. لازم نحكي combinational مشان نعرف إنه أنا ما في عندي memory أو present state و next state. هذا رح يكون موضوع chapter 5. combinational circuit شو بتسوي؟ to add، معناته بتجمع، add شو؟ two numbers، رقمين اللي هم أنا أعطيتك إياهم A و B. لو ما أعطيتك إياهم سميهم علي ومحمد زي ما بدك، ما في مشكلة. طيب الرقم الأولاني قديش الصايز تاعه، والرقم الثاني قديش الصايز تاعه. Each of two bits، هاي أهم إشي. معناته أنا بخطر ببالي إنه أنا بدي عندي سيركت بتتجمع عندها input الأولاني A والثاني B. بس يوم احكي لك 2 بت شباب، ممكن انا احط هون داش واكتب 2 وهون 2، هاي مشان تعطيني انه الاي از 2 بتس او الويدث تاعه 2 لاينز. ممكن واحد ثاني يجي يقول لك يرسمها هيك اي 0 اي 1 هون بي 0 بي 1. طيب صح، ما في مشكله، لانه اي الويدث تاعها 2 زي الريح نحكي، والبي 2، فواحد قالهم A0 A1 B0 B1، ما في مشكله. اوكي، احتمال بالامتحان اذا في شيء مثلا يلزم يحكي لك انه الانبوت، يحكي لك بحد الاي يقول لك it is A1 A0 مشان تستخدم نفس الرموز، هون يقول لك B1 B0 مشان مثلا نفس الحل يطلع مع الكل. طيب حلو كويس، بس طب شو بدي اعمل انا هسه؟ فهموني. أول إشي for the given specification find the number of inputs and outputs. إحنا لقينا الـ inputs صح؟ طب لقينا الـ outputs معي؟ أنا بدي تجاوبوني شباب. لا تفهمك، لا ما قلناهوش. الـ A كم من bit؟ 2 bits. والـ B؟ 2 bits. طيب سؤال، الـ A أكبر رقم شو ممكن يكون؟ 3 99. لا 3 3 يعني الـ A بتكون من الصفر للثلاث صح؟ والـ B أكبر رقم 3، معناته من الصفر للثلاث. طيب ما هو أنا في عندي ريزلت أو ناتج، أو محمد بدي أسميه زي ما بدك تسميه. طب هذا الناتج قديش السايز تاعه؟ راح يكون 8 ها؟ 8 صح؟ 8 بت. كيف جبتها؟ 4 بت. طب استنى شوي، واحد شباب عادي، انا بشجعكم جاوبوا لو غلط عادي، المهم الانبوت صار يتكون من رقمين اللي هما A و B، وكل واحد منهم 2 بتس، فبصير عندك يعني الرقم يعني R بتكون من 4 بت. شوف حكيك صح اذا كان ملتبلاير، وهاي رح نتركها لسؤال بعديه. طب انا اديشن، ما انا قلت لك بدي اجمع اديشن، بدي أكبر إشي أجمع الثلاث مع الثلاث، أكبر ناتج شو بدي يطلع؟ 4 بيتس بيطلع الستة اللي هو لا ثلاث. ثلاث وضحت شباب؟ عادي إنه هيك بنعمل ديسكشن، واللي بجاوب بيخربط أحسن إشي. هذا أنا أكبر إنبوت ثلاث مع أكبر إنبوت ثلاث، معناته أكبر أوتبوت قديش؟ ستة، والستة بده ثلاثة بيتس. وضحت كيف أجيبها؟ طيب جمع نفس اكبر بيت، خلينا نحكي بتطلع بالنهايه. لا اكبر واحد، ما هو حسب انا سوري. لا اكبر، هاي ثلاث معناته كم من بيت؟ الثلاث بتكون بالباينري 1 1 معناته بيكون اكبر زائد واحد. تمام. طيب هسه سؤال، اذا بدي اعملها افرضها انها ملتي بلاير مش قادر، بدي على نفس الرسمه بس بدي بالازرق، هاي السيركت ملتبلاير، وكان اكبر اي من 2 بت وبي من 2 بت، اكبر شيء 3 3. طيب اذا بدي اعمل الملتبليكيشن بده يكون اكبر عدد اللي هو بده يطلع 3 ب 3 9. لا 3 ضرب 3 تساوي 9 اللي هي بالباينري قديش؟ اللي هي 1 0 0 1.
1001 بالأساس باينري، معناته result كم من بت؟ 4 بت. 4 بس بالأدشن 3. عرفتوا كيف جبناهم؟ بدك شوي تقعد تصفن بالسؤال وشوي تحلله تفهمه. إذا أول خطوة صح بتكمل صح، طب إذا الأولى غلط خلاص كل الحل غلط. وضحت الفكرة شباب؟ وضحت. طيب هاي أوكي. طيب ماشي بدي أجمع. يلا أنا عندي هون التابل. هاي عندي إيه؟ إذا ملاحظين أنا التابل جهزت الانبوتس بس. هاي انبوت، هاي انبوت واحد منهم، وهذا الانبوت الثاني، صح ولا مش صح؟ أسعى لهون الاوتبوت. أنا قبل شوي للأمانة خربطت، حطيت 4 بت بس رديت حسيت إنه في شيء زيادة. أوكي؟ طيب أكبر إشي ممكن أجمع الثلاث مع الثلاث. أنا سويت هيك، ثلاث مع الثلاث قديش الناتج راح يطلع عندي؟ يعني 1 1 0 6. بس انا بتطلع على الار، انا هون سميته ار، وبحكي هيك انه 3 بتس مو ار 0 ار 1. طب يلا اجمعوا لي 0 مع 0 0 0. طيب 1 مع مش عارف شو اسمها، اي 1 هاي 1، وهاي 2، وهاي 3. هسه 0 مع ال 1 هاي 1، بعدين 2، بعدين 3، بعدين 4. طيب بعدين 2، بعدين 1 مع 2 حطيت 3، 2 مع 2 4، 3 مع 2 5، 3 راح مع الصفر راح تكون 3، 4. ماشي هيك بنكون شو عملنا؟ عملنا السبيسيفيكيشن وشفنا الانبوت والاوتبوت ورحنا طلعنا التروث تيبل. هسه بدي اسويه هون ولا في شيء جديد. This is repetitive solution from chapter 3. طب هسه انا هون شباب كم من اوتبوت في عندي اذا بتتذكروا؟ عندي ار، بدي ار 0 صح؟ صح الار 0 والار 1 والار 2. هسه الار 0 بدي احللها بدلاله الاي والبي، ونفس الشيء فور ار 1 اند ار 2. واضحه ولا لا؟ لا صراحه دكتور. طيب بس بدي اشطب هاي لان بدي اضل على نفس السلايد شباب. أوب أوب أوب. خربطنا مش مشكلة، مش مشكلة خربطت مش مشكلة. أنا كنت بدي أشطب الهاي شطبت كل إشي. طيب ما مش مشكلة برجع بعيدها. هون شو صارت عندي؟ 0 1 2 2 3 4 لا 1. شوف هاي 1، هاي 1 مع الواحد شو صارت؟ 2. 1 مع 2 صارت 3، 3 مع 1 صارت 4، 2 مع 0 لساته 2، 2 مع 2 صارت 4، اتأكدوا اني لا اخربط، 3 مع 2 صارت 5، هاي 3 4 5. طيب انا بعرف انه السيركت راح اعملها هون على الزاوية. كم من انبوت إلها؟ A1 A0 B1 B0 إلها 4 صح؟ وإلها R2 R1 R0. السعل بدي أرسم السيركت تاعت ال R2 هون، فكيف بجيبها؟ بروح بجيبها بالكيرنوف ماب. أنا برسم الكيرنوف ماب. السلايد هذا ما راح يكفي إلا لوحده فإتس أوكي ما في. أنا إذا متذكرين طيب شو هم الفاريبل تاعين الموجودين معي أصلا؟
التعيين الكي ماب انا عندي في variables اللي هم قلنا هم A1 و A0 كما انت ارسمهم A1 A0 B1 B0 فانا راح اجيب ال R2 شباب لحالها لانه انا ما طيب ال R2 طلعوا متى واحد عند السبعة صح هون انا انسى بس بدي اروح عند ال R2 بدي الاقي او احلل اسي ما سمعت ما في شيء يطلع الشاشة لا طيب دقيقة واضحة مش عارف انا هسه الماوس بتحرك موجود بس كامل الاول ما في اللي بتحكيه ما بينكتب هيك واضحة الان هيك هذا هاي لانه اوكي فا اوكي طيب هاي ال 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 اوكي معناته انا الحطوة هاي انه انا عبيت التابل وانتو عبيتوه معي ما في مشكلة فانا حكينا انه السيركت عندها انبوت A1 و A0 و B1 و B0 اللي هم متاعين لتروث تابل هذا هم الانبوتس وفي عندي ثلاثة اوتبوتس فانا I simplify each output individually كل output لحاله فأنا بس بلشت بال إيش R2 طب ال R2 لو طلعت على الكي ماب هون ال R2 بدي ألاقيها بدلالة A1 A0 B1 B0 فكانت متى واحد هاي انتو قولوا لي أنا مش عارف سبعة وستة صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هاي عندي السبعة عم أهلك علي وستة والخمسة لا وين الستة والعشرة عند هون واحد اثنين أربعة عند العشرة صح؟ عند الحداش هاي عشرة هاي هداعش لآخر بطأنا عشرة هداعش اثناعش ثلاثاش ثلاثاش وين كمان؟ والأربعتاش والأربعتاش يعني هيك بس كأنه صح متأكدين طلعوا عليها بالله اللي أنا رسمته على الكيماب صحيحة؟ مظبوط طيب بدي اعملها سمبليفيكيشن مين يساعدني اي حدا ينقلني يلا بتطلع ما في اربعات فباخذ هذول مع بعض اللي هي عباره عن A1 B1 سوري يس A1 ليش الكومبليمنت مش عارف انا B0 دكتور B0 complement أنا كنت بدي أكتب B1 حطيت الداش بدل الهاي فـ A1 بتطلع عليها A1 B1 B0 complement جبت أول هذول بس أضل هاي مشان اللي بدي أجيبه لحاله هذا ال1 بده مني أربعة variable فعادي برد أجيبه مع هاي هي صارت إيش هي عبارة عن A1 B1 A0 bar صح؟ طيب هاي بقدر أجيبها لحالها بس لحالها يعني فرح تكون إيش هي عبارة عن A1 bar B1 A0 B0 ظلت هاي ما بتجمع إشي ثاني فرح تصير عندي إيش A1 B B0 B1 bar A0 دكتور عندي سؤال تفضل الكي ماب لما عبيت ما استوعبتهاش كويس الكي ماب ما هو شوف احنا قلنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 لا شايف انا خربطت 8 9 10 11 12 13 14 15 صح تعبيت الكيماب امورها تمام صح دكتور طيب هسه سؤال الشاب طب هاي انت بتطلع على الار2 شباب الار2 بدي يعني بدي الاقي الاوتبوت بدلاله الانبوت طب انا هذول الانبوتس هذا هو التيبل اللي ملون لك اياه باللي مش عارف اصفر واخضر الار2 متى كانت واحد هاي هون اذا كانت 111011 هذا الرقم بالباينري شو هذا الرقم بالباينري أربعة
لا واحد واحد صفر واحد 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 صفر سبعة سبعة. سبعة هاي سبعة سبعة حطينا هون واحد، هذا الرقم شو؟ سبعة ستة اثنين وثمانية، واحد اثنين أربعة ثمانية، ثمانية واثنين عشرة، هاي حطينا عشرة، هاي واحد واحد و يعني ها واحد واثنين والأربعة ما فيه ثمانية، 11، هذه 11. دكتور. هاي نفس الشيء وهاي نفس الشيء، وضحت الفكرة؟ مية مية. طيب بس لأنه بدي أروح على السلايد الثاني الجدول فاضي فأنا. طيب الآر زيرو شو تتوقعوا؟ بدي أعمل بس بدي أحط المينتير شباب، ما راح أبسط. الآر زيرو متى بيكون؟ بدي أحكي لو إنه آر زيرو راح أحطهم هون بالأسود، متى؟ عند الواحد يس والثلاث يس والأربعة والستة. دقيقة، واحد ثلاث أربعة ستة وعند التسعة تسعة تسعة والإحداش والإحداش واثناش إحداش واثناش تسعة استنى تسعة عشرة عندي التسعة وين؟ دقيقة علي أنا ضيعت. تسعة إحداش اثناش اثناش ثلاثة عشر، لا 13 ما عندها. واحد اثنين اثنا عند 12 اوكي 13 ما في عند ال 14 عند ال 14 يعني هاي ما في صح؟ دكتور 13 ما في صح؟ مظبوط. شوفوا هاي سهله كويس، هاي سهله اني باخذ هذول الثنتين مع هذول الثنتين اللي هي عباره عن ايش؟ ولا على الجنب ما على الجنب. بس بدي خليني اخذ هذول، ايش هم هذول بيكونوا؟ هذول بيكونوا عبارة A0 بار B0. بدي اخذ الثنتين هذول مع بعض اللي هم A0 B0 بار. معناته شو كانه اكسكلوسيف اور؟ كانه A0 اكسكلوسيف اور مع B0. صح؟ مظبوط. That's it. خلص R2 نريد نعمل R2 ولا بكفي؟ دكتور بس السب عشان أتأكد إنه إحنا بناخذ كل output كفانكشن لحد صح؟ كل يس كل output لفانكشن لحد. طيب بما إنه أنا أوكي بس خليني أحاول بدي بس بلون ثاني على نفس الماب يعني ما عندها. طيب بدي ألاقي إيش؟ بدي ألاقي ال شوف ال شو في لون ثاني؟ ايش ولا غير لون اصفر؟ بدي الاقي ال R1 شباب، ال R1 متى؟ واضحه مش واضحه بجوز. ال R1 متى؟ عند الاثنين، راح احاول احط اكس انا هون. وعند الثلاث وعند متى؟ خمسه عند الخمسه سته خمسه عند الثمانيه ثمانية تسعة ثمانية عند 12 عند ثمانية تسعة عشر اتاش اتناش دقيقة اتناش خمستاش خمستاش اوكي. المشكلة الألوانها باهتة بس تسوى. أنا عندي هون واحدة اثنتين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بس طوخة. وشكرا، كنت حاسب حسابي يطلع الجدول بس إذا كنت مجهز الكير نوف ما بس هون ما بتزبط. واضحة؟ طيب إذا المثال هذا واضح everything is done. هسا أنا بمجرد ما عملت التابل هون simplification سهل ما راح تفرق، بس أنا المشكلتي بالسبيس، أنا بدي 3 كير نوف ما. أوكي؟ طيب في مثال من أسئلة الكتاب أو هو المثال موجود بالكتاب، هو عبارة عن BCD to X3 code conversion. هذا الموضوع حكينا بشابتر 1 إنه أنا في عندي إما ASCII أو BCD أو X3، فأنا مش حافظهم، بس أنا عندي سيركت أو المطلوب سيركت يدخل إلها رقم
نمثل بالباينري كود الديسيمال ويطلع بالاكسس 3. طيب انا مش حافظهم او يفترض يكون حافظهم لانه سهل العلاقة هاي، فعشان هيك موجودين بشابتر، اتوقع انه بشابتر واحد مش عارف اي جدول انا، اكسس 3 اللي هو عبارة عن تيبل 1.5، كان موجودين التيبل 1.5، فالسيركت راح يدخلها input BCD. احنا بنعرف ال BCD اختصار لباينري كود الديسيمال، معناته الديجيت او الرقم بده يكون بين الصفر للتسعة، واضح؟ طب بعد التسعة من العشرة للخمسطعش شو بنسميه شباب هاي؟ بنت كير اكيد. لانه مش هيهموني نوعا ما يعني، لانه مش يس بنت كير. فانا فعليا الانبوت تاعي السيركت بيكون بين الصفر للتسعة. الاكسس 3 this is the input، هسه انا عندي الاوتبوت. الاكسس 3 بكل بساطه يوم تطلع على اول رقم 0 بده يطلع هذا 3، الواحد بيطلع عندي 4، الاثنين 5، السته 7، فكل رقم بيزيد له 3 بيطلع الاوتبوت. لعندي التسعه، التسعه زيد له 3 شو بده يطلع عندي؟ التسعه زيد له 3 12. هاي 5 يزيد لها 3 8. أي رقم بخطر ببالك بين الصفر للتسعة رد زيد له 3، فرح يطلع الأوتبوت بين الثلاث والاثناش. That's it. معناته أنا صار عندي 4 inputs اللي هم الـ A والـ B والـ C والـ D وأربعة output W X Y Z. بما أني أنا حللت السيركت وعرفت أنه عندي input B C D 4 bit وعندي اكسس 3 4 بت، بعدين رحنا عملنا التروث تيبل. اذا عملنا التروث تيبل خلص وي ار دان. فهسه شو بدي الخطوه اللي ظلت علي؟ بدي ابسط اللي هي هون A B C D. بدي انا وياك نحل W. W متى بتكون؟ شو قيمه W من التيبل؟ بتكون واحد، صح؟ إذا متى؟ من الخمسة للتسعة. من وين؟ من الخمسة للتسعة؟ إحنا قلنا صفر، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ولا لا؟ مظبوط. ثمانية. ثمانية تسعة. هيك حلي صح؟ نعم دكتور. طيب. هسا هاي التابل زي ما حكى زميلتكو، هاي التسعة بعد التسعة شو في عندي؟ قلنا صفر، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. هسا في عندي من العشرة، عشرة، اهتاعش، اتناعش، ثلاثتاعش، أربعتاعش، خمستاعش، don't care. لأنه أنا ما بهتم إذا الانبوت إجاني عشرة أو انبوت إجاني بين أي قيمة بين عشرة والخمستاعش، وحطه don't care. طيب بكل بساطة بدي أبسط، بكل بساطة بدي أبسط. كويسة. طيب شو الحل؟ أحسن إشي طلع عليها آخر ثمانية مع بعض. حاضر، يعني هيك قصدك؟ بعدين بأخذ، ما بقدر أخذ الثلاث، فبقدر أخذ اثنين اللي هم عبارة عن البي سي البي دي، بعدين بأخذ اللي بجنبها. خلصنا. طيب بدي اروح على بعديها الاقي الاكس هنا انا وياكم. يا دكتور احنا قصدك بنوجد كل اوتبوت بالدلاله بالنسبه ل A B C D. يس، كل اوتبوت بلاقيه بدلاله الانبوتس كلياتهم. طيب هسه الاكس، الاكس احنا عرفنا انه واحد، اثنين، هذا دونت كير، صح؟ الاكس متى واحد؟ انتوا جاوبوني، ما بعرف. عند الواحد، الواحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، ما اهلك علي. واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، صح؟ والتسعة؟ والتسعة. ماشي، معناته انا بدي ارجع احط الرموز الـ A والـ B والـ C. طيب شو بدي اسوي هسه؟
دكتور الدونت كير هم صفار صح؟ حطيت لا الدونت كير انت زي ما بدك بريحوك، شفتهم قبل طيب شوي انت كمان على الزاوية تحت دقيقة يعني بدي اغير اللون مشان توضح الامور because we are almost done. هسه شو؟ الزاوية تحت دونت كير وعلى الزاوية برضه انت يعني قصدك اخذ احسن اشي هذول مو هذول ترى دكتور لا بامكاني اخذ الثمانية اللي تحت لو حطيت دونت كير تحت لا هاي مش دونت كير هاي هاي صفر الدونت كير 10 10 11 12 13 14 15 هاي مش 10 هاي على الزاويه 8 ماشي فما بقدر فباخذ الثنتين هذول مع بعض هاي وهاي اللي هم شو بدي اخذ منهم اكتبهم شو هذول بيكونوا بي بار سي سي هسه برد اخذ هذول مع هذول الفكره لانه شبابهم عندي ثلاث فالثلاث ما بقدر اخذهم باخذهم اثنين اثنين ماشي هذول باخذهم على الكبار هاي اللي هي عباره عن بي بار دي دي ظلت هاي شو اسوي فيها؟ لحالها مع اللي تحت صارت بي سي بار دي بار واضحة؟ طيب خلنا نروح على الواي والزد اوكي؟ يعني عملنا هون ظل الثنتين الواي متى الواي؟ عند الصفر دقيقة خلنا نحط الرموز انا A B C D انا بدي الاقي الواي انه انا بعرف عند الواي في عندي don't care صح؟ قبل ما أبلش واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة ريحوني الواي عندي صفر ثلاث أربعة صفر واحد صفر واحد اثنين ثلاث أربعة عندي سبعة وثمانية صح سبعة ثمانية واضحة شباب اللي مش فاهم إشي يحكيها أنا بدي ألاقي كل output لحاله بدلالة الانبوت كلهم هسه حاليا أنا بدي ألاقي Y بدلالة A B C D طيب لو تطلعوا بقدر أخذ هذول لحال اللي هم عبارة عن C bar D bar برد اخذ هذول لحال هم سي دي سي دي صح طيب اخر واحدة قبل ما نروح خلاص زد اخر واحد نقلوني سهلة هاي زد قلنا في عندي دونت كير واحد اثنين ثلاث اربعة طيب الزد متى زد عند الصفر صفر صفر واحد اثنين ماشي أربعة أربعة والستة والأربعة لا والثمانية الستة والثمانية تشبه هاي بس على جنب دكتور بقدر أحكي إنه هي مباشرة exclusive nor لا أما هاي هون بدي أخذها هون لا أنا قصدي هيك بس طلعت على الأوتبوت هاي أنا طلعت عندي دي بار هاي ستي هاي 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 يس سي اكسكلوسيف نور مع الدي الواي ولكن الزد طلعت دي بار اوكي ذاتس ات هيك بنكون ايش كملنا